Nous avons déjà discuté pour le choix du système de fixation. Il n'y a plus à discuter, le système de fixation, ça a été fait. Il y a des études qui sont terminées, il faut commencer à travailler. La plateforme, il y a un mois et demi, quand je suis venu, elle était comme ça. هكذا كانت ردة فعل الوزير الأول عبد المجيد تبون وهو يجوب أروقة ورشة مشروع جامع الجزائر الأعظم. لا تسامح بعد اليوم. فتبون الذي كان وزيرا للسكن مشرفا على المشروع أضحى اليوم هو قائد الجهاز التنفيذي بيده صلاحيات أكبر، وهذا ما تجلى واضحا من خلال القرارات التي اتخذها مباشرة بعد نهاية الزيارة. فتأخر الذي وجده في وتيرة الأشغال لم تشفع له تبريرات المسؤولين، فكلها غير مقنعة بالنسبة لتبون الذي قرر بدون مماطلة أو تأخير إقالة مدير الوكالة المكلفة بإدارة وتسيير المشروع، وهو التأكيد الجديد على أن الرجل ماض في التأسيس للقرارات الشجاعة مع الصرامة في حل الإشكالات ورفع العراقيل المطروحة. Il n'y a pas la main d'œuvre suffisante. Voilà. Alors, mais tu veux l'ish? Non, non. Tombe une serre. Coupole extérieure au plus tard. Au plus tard. Au plus tard, le 15 août. Au plus tard. Le 15 août. Et je sais ce que je dis. Les façades en pierre, tout ça, c'est le 15 août. Les façades en pierre pour la 0,22, c'est bien de commencer. Tebboune, لم يخفي ولو للحظة غضبه واستياءه وعدم رضاه على مستوى تقدم الأشغال، فها هو يصل إلى قاعة الصلاة، القاعة التي يبدو أنه لم يتوقع أن يجدها في هذه الحالة، وردة فعله تلخص كل شيء. Là vous êtes en train de couper les cheveux en huit et ça justifie tous les retards et profitez pas du fait que c'est Youssef soit nouveau pour reposer des problèmes qu'on a réglés il y a 4 ans. الوزير الأول وهو يهم بمغادرة موقع مشروع جامع الجزائر الأعظم لم ينسى التذكير مجددا بالآجال المحددة للتسليم، آجال قال عنها تبون مرة أخرى أن لا تسامح فيها. وتبلغ لرئيس الجمهورية فخامة الرئيس وجاء فخامة الرئيس زار وتوعدنا معاه باللي ديسمبر آخر ديسمبر قوموا الصلاة في هذه القاعة هذه يفو بارتير دو لا لازم يخدموا اون تروز ايكيب باسكو راهم ضيعوا من لا دانيال فيزيت ضيعوا 4 أشهر يفو كي اللي راترب. هي خرجته الميدانية الأولى منذ تعيينه وزيرا أولا، خرجة تأتي في الوقت الذي رفع فيه تبون درجة عمله إلى السرعة القصوى، وهذا في انتظار نزوله إلى ولايات أخرى.